بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في درس جديد بعنوان الماكسيما المينيما اللي هي القيم القصوى والعظمى. هذا الدرس أخذناه في كالكولس 1 لكن كان في متغير واحد. الآن في كالكولس 3 أو في كالكولس 2 أو في تفاضل وعيد متغيرات راح نتكلم عليه in 2 variables. طيب في ثلاثة خطوات لازم أسويها عشان أجيب الماكسيما والمينيما. الخطوات كالتالي هي 3 step بسيطة، ركزوا وإن شاء الله أمور واضحة. step 1 ستيب 1 راح اجيب المشتقة الجزئية بالنسبة لـ x واساويها بالصفر، وايضا راح اجيب المشتقة الجزئية بالنسبة لـ y واساويها بالصفر. من 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 هذه من هذه الخطوة راح تطلع لي كريتيكال بوينت، مثلا اسميها x 1 y 1، بس مو بس كريتيكال بوينت واحد، يمكن اكثر من واحدة، يمكن يكون عندي برضو تو كريتيكال بوينت مثلا x 2 y 2 وهكذا. هذه ستيب 1. بعد ما اخلص ستيب 1 اروح لستيب 2. ستيب 2 راح اوجد اف اكس اكس، يعني بشتق الاكس مره بالنسبه للمشتقه الاولى، بعدين اجيب اف واي واي، بعدين اجيب اف اكس واي، بعدين اجيب شيء اسمه الدي. هذا الدي عباره عن حاصل ضرب اف اكس اكس في اف واي واي ناقص اف اكس واي تربيع. هذه السبة الثانية. السبة الثالثة عشان أجيب لك أحد الماكسيما والمينيما، السبة 3 أكتبها هنا، أقول لكم السبة 3. السبة 3 إيش راح أجيب؟ راح أختبر، أعمل تيست. أوكي يطلع عندي ثلاثة حالات، إما الدي هذا المعادلة حقت الدي لما نجي عوض بها تكون أكبر من الصفر، هنا راح ايش اختارها دحين اقول لكم كيف. واما الدي تكون اقل من الصفر، هذا ايش يعني؟ هذا يعني انه النقطه اللي انا اخترتها تسمى سدل باللغه الانجليزيه. السدل ايش معناتها؟ سدل معناتها ليست عظمى، يعني ليست ماكسيما وليست صغرى. اما اذا كانت الدي تساوي صفر، هنا اقدر اقول عن هذا الشيء انه لا نحصل على اي معلومات، يعني الدي تساوي صفر، ما اقدر ما اعرف اي حاجه عن النقاط اللي معطيني اياها كريتيكال بوينت. طيب يعني اختار ايش انا عشان اجيب ماكسيمو انما اذا كان الدي اكبر من صفر. تعال كده هنا من هذه من الحاله الاولى، اقول اذا كانت الدي اكبر من صفر عندي كمان تكون عندي حاجتين اف اكس اكس وايضا اف واي واي اذا كان اكبر من الصفر تمشي خلف خلاف. ايش يعني خمسة خلف خلاف؟ يعني عند هذه الحاله تكون عندك النقطه هي اللوكال مينيما. فاكرين لما كنا في تفاضل اثنين، لما كنا نجيب تمام اللوكال ماكس واللوكال، كان عندنا نختبر المشتقه الثانيه صح؟ كنا نقول في المشتقه الثانيه اذا كانت المشتقه الثانيه اف سكند سكند اللي هي مشتقة الثانية اف 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 دبل داش اكبر من صفر، كنا نقول ليش عند هذه النقطة اقول لوكال مينيما. هي نفس الشيء لما نجي اشوف الدي اكبر من صفر واشوف الاف اكس اكبر من صفر واف واي اكبر من صفر، عند اقول هنا لوكال مينيما. عكس ايضا برضو الحالة الثانية لما تكون الدي اكبر من صفر حيكون عندي اف اكس اكس واف واي واي اقل من صفر، راح اقول عند هذه النقطة ايش؟ لوكال ماكس. الموضوع جدا بسيط اوكي، بس ان شاء الله مع المثال تفتح المقال. اذا ثلاثه خطوات لتحديد الماكسيما والمينيما. اول خطوه زي الماكسيما والمينيما في الفاري 1 فاريبل، ايش كنا نسوي؟ اول شيء نجيب كريتيكال بوينت. فاكرين كريتيكال بوينت اللي هي نقاط الحرجه اللي هنا سموها ستيشنري بوينت، اني اشتق واساوي المشتق ولا بالصفر، لكن انا عندي اكس وواي فاشتق الاكس جزئي واساوي بالصفر واشتق الواي جزئي واساوي بالصفر. بعدين تجي نقاط، هذه النقاط تكون كريتيكال بوينت وما تكون كريتيكال بوينت. ايش اسوي بعد عشان اتاكد؟ او هذه النقاط ممكن تكون لوكال ماكس او تكون لوكال مينيما. ايش اسوي؟ ستيب 2 اجي اشتق مشتق ثاني بالنسبه للاكس واشتق الواي ثاني مره واشتق الواي ثاني مره بالنسبه للاف اوف اكس الاولى اشتقيتها. بعدين اجيب معادله تسمى دي، هذه دي عبارة عن حاصل ضرب الـ fxx
فالاف واي واي ناقصا اف اكس واي سكوير. هذه راح بناء على الدي هذا شيك اروح السي بي 3. السي بي 3 اما الدي هذه تكون اكبر من صفر راح اختار النقطه هذه وادخل في التست هذه. اما يكون عندي اف اكس اكس واف واي اكبر من صفر يعني عندي اقول هذه لوكال مينيمم. اما طبعا خلاص كلها الدي اكبر من صفر، اما يكون عندي الاف اكس اكس والاف واي واي اقل من صفر عندك انا اقول لوكال ماكس. اوكي اما لو جيت ولما جيت بجيب معادله الدي وعوض بها طلعت اقل من صفر هذه نقطة تسمى سدل، معناتها ليست عظمى وليست صغرى. إذا كانت الدي تساوي صفر هذا إيش معناته؟ نو ريزون، لا نحصل على أي معلومات. واضح؟ طيب في كمان كذا بس معلومة بسيطة هنا ذكروها اللي هي الجلوبال ماكس والجلوبال مينيمم، برضو نفس الأشياء اللي أخذتوها في تفاضل اثنين أتوقع وتفاضل واحد في الماكسيمم والمينيمم. أنا لو جينا أرسم لك رسمة تمام؟ إذا رسمتي كيرف أي كيرف سي مثلا هذا الكيرف أوكي. طيب هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة الماكس اللي يكون أعلى شيء أعلى شيء في الكيرف. هذه النقطة الآن تسمى هذه تسمى لوكال ماكس قيمة عظمى أوكي لوكال ماكس. هذه النقطة عندي هنا لاحظوا هذه تسمى جلوبال ايش لانها ادنى حاجه فتقول جلوبال مينيمم. وهذه النقطه اللي فوق هي ماكس لكنها تسمى جلوبال ماكس. طب ايش الفرق يا مصعب؟ شوف الجلوبال واللوكال الجلوبال ماكس واللوكال ماكس كلاهما قيم عظمى لكن ايش الجلوبال هي اعلى اما تكون اعلى قمة أو أعلى قيمة وأقل قمة لكن على طول الفترة. يعني لو تيجي الآن لو تقارن النقطة هذه هي ماكس صح لكن هل في نقطة أعلى منها على طول الفترة؟ لا. إذا كان عندي أعلى نقطة في الفترة كاملة أسميها جلوبال سواء كانت ماكس أو مينيمم. نفس الشيء طالع النقطة هذه هي مينيمم صح لأن يعني النزول تقعر لها على الأسفل أو تقعر لها على بس في نزول. الآن طالع في النقطة هذه هل في نقطة أقل منها؟ لا دام ما في نقطة أقل تسمى جلوبال. أما اللوكال يعني مثلا إذا كان طالع في النقطة هذه هل في نقطة أكبر منها؟ نعم في لكن هذه النقطة الآن عند النقطة هذه هي لوكال هي ماكس لكن في عن يمينها وعن يسارها ما في أعلى منها. أوكي يعني عن يمينها في نقطة أقل منها وعن يسارها نقطة أقل منها لكن لما تمشي على طول الفترة تلقى في نقاط أكبر منها. إذا إيش الفرق بين الجلوبال واللوكال؟ كلاهما عبارة عن قيم عظمى وقيم صغرى. الجلوبال معناتها أعلى قمة أو أقل أو أعلى قيمة أو أقل قيمة عندي على طول الفترة. أوكي؟ أما اللوكال أوكي هي قيمة عظمى أو قيمة صغرى لكن في غيرها مصغر منها. يعني مثلا لو جيت أنا هنا ونزلت هنا في الكيرف كده كمان كده أوكي؟ هتقول عند هذه النقطة عندي ايش؟ مينيما، لكن ايش هذه؟ هذه تسمى جلوبال، ليه؟ لأنه لو قارنا مع النقاط الصغرى اللي في الكيرف، هذه أصغر قيمة، ما في أصغر منها، ما في أصغر منها معناتها جلوبال، خلاص وصلت العالمية على قولتهم. وضحت؟ طيب، هنا بيشرح لكم الجلوبال ماكس، جلوبال مينيما، جلوبال استريم فاليو، أوكي؟ طيب، أوه أنا شارح لكم هنا. طيب فاكرين برضو في كالكولس واحد او كالكولس تو لما كنا نقول تقسم النقاط الحرجة الكريتيكال بوينت عندنا اللي نجيبها عن طريق مساواة المشتق ولا بالصفر الى ثلاث حاجات فاكرين مثال لما كنا نقول مثلا اف اوف اكس تساوي مثلا اكس تربيع زائد 5 اكس ناقص 3 وكان يعطيك انترفل مثلا من صفر الى 3 كنا نقول اول حاجه لما نقول لك جيب النقاط الحرجه اول شيء اخذ بدايه نهايه الفتره هنا كنا نسميها end point بداية ونهاية الفترة. الآن برضو أنا عندي ثلاثة نقاط النقاط الحرجة هي كلها تسمى بس لها مسميات تمام هذه كنا نسميها end point. بعدين كان شيء اسمه stationary point. stationary point هي كنا كيف نحصل عليها عن طريق مساواة المشتقلة بالصفر. كان في عندنا برضو شيء اسمه singular point فاكرينها singular point هناك في الكالكولس وان كان singular point عبارة عن إيش الدالة الكسرية اللي هي أصفار المقام اوكي طيب هنا بنفس الطريقه الان اند بوينت يعني لما انا عندي مثلا فتره فانكشن
بداية الفترة ونهايتها هذه تسمى end points. هنا لا، أنا لأنه بتعامل مع surface وبتعامل مع أشكال 2D أو 3D، فال end point عنده تسمى boundary point. إيش يعني؟ يعني مثلا يكون عندي surface ولتكن بهذا الشكل 3D، حيكون عندي boundary، يعني يكون عندي مثلا هنا هنا عندي هنا هنا عندي نقطة في X Y، هذه النقطة هذه تسمى أطراف الفترة، هذه تسمى boundary points، هي أيضا critical points. أوكي، في عندي اسمها stationary point. stationary point هذه تسمى interior point. interior يعني مثلا في نفس الشكل، لو كانت عندي نقطة هنا على السطح تمام أو على المستوى، هذه تسمى interior point وهي تسمى stationary point، هذه تسمى stationary point. أما singular point هذه تمام، هي أيضا نقطة داخلية، يعني مثلا عندي هذا الليفل، هذا المستوى عندي هنا نقطة تسمى أيضا إيش singular point، لكن ليست ما أقدر أشتقها. فاكرين في كالكولس واحد لما كنا نقول السنجلر بوينت كيف نجيبها؟ السنجلر بوينت عند إيش المشتقة، كنت أقول لكم هي المشتقة الأولى لا تساوي الصفر، يعني ما أقدر أشتقها، الدالة غير قابل للاشتقاق. أوكي، نفس الشيء إحنا قلنا هنا سنجلر بوينت إنه لما نجي أخذ على السطح عند السيرفس اختار بوينت، هذا لما احاول اشتقها عندي اكس واي فانكشن، لما اشتقها ما اقدر اشتقها، فهذه تسمى سنجلر بوينت، كلها تسمى كريتيكال بوينت، سواء السنجلر بوينت او الباوندري بوينت او الستيشنري بوينت، هم هي فقط مسميات. اوكي، في الاختبار غالبا ما حقول لك ايش اسميتها النقطه هذه، لكن اقول لك جيب لي كريتيكال بوينت كلها للسيرفس اللي عندي او السطح اللي عندي. اوكي، طيب قبل ما نبدا، خلينا نبدا في ستيب 3 ستيبز اللي قلت لكم عليها، خلينا نبدا باكزامبل بسيط. اوكي، طبعا هذا الاثبات مو عليك. اكزامبل 1 يقول لك فايند ذا لوكال ماكسيمم اور مينيمم اوف فاليوز للفانكشن اللي عندي اكس سكوير ناقص 2x زائد واي سكوير على 4. اوكي، طيب بنفس الطريقه اول شيء نعمل 3 ستيبس. Example 1 قال يجيب لي local max و local minimum للدالة هي f of x و y وتساوي x square minus 2x plus y over 2 y square over 4. اوكي، يبغى يقول لك جيب لي local max و local minimum للدالة في متغيرين عندنا 3 step. step 1 أجيب الـ fx و fy وأساوي بالصفر. fx أنا أشتق x وما بعدها ثوابت، أشتقق x تربيع عندك هنا 2x، أنا كده ناقص 2 وأساوي بالصفر. ومنها أجي أحلها كمعادلة، فأقول 2x هذه 2x، وأنقل السالب 2 الطرف اللي معاكس، يصير عندي 2x يساوي 2. إذا قسمت هنا على 2 قسمت هنا على 2 يعطيني عندي الـ x تساوي x تساوي 1. اوكي، الان برضو بلا اجيب واي، اقول لك اخط اللي بعدها، اقول اف سب واي، اجي اشتق الداله بالنسبه للواي، فاقول عندي هنا صفر صفر، عندي اشتقاق الواي تربع 4 على اعتبار انه هنا الربع ثابت في اشتقاق، يعني كيف اقول لك هنا ربع في واي يساوي 4، هذا كيف اشتقاق بالنسبه للواي، فالربع ثابت، اشتقاق الواي تربع عباره عن 2 واي صح، اضرب 2 في ربع يصير ايش عندي نص واي صحيح، فالاف سب واي عباره عن نص واي، واساوي ايضا بالصفر. بعدين اجي اجيب الواي عباره عن كيك، الواي لما اجيبها عباره عن الواي تساوي صفر. اذا صار عندي النقطه هي على اكس كم واحد وعلى واي بصفر. اوكي، طيب هل في نقاط غير هذه كريتيكال بوينت؟ هذه تسمى كريتيكال بوينت، كريتيكال بوينت. السؤال هل في نقاط غيرها طلعت؟ يعني مثلا يكون عندي مثلا x تساوي سالب 2 و y تساوي سالب 1، فيكون عندي 2 critical point، سالب 2 وسالب 1 و 1 و 0، فكان طلعت لي critical point واحدة هي على x 1 وعلى y بصفر. دام طلعت عندي critical point واحدة، تتذكروا كيف كنا نجيب الماكسيموم والمينيموم في calculus 1؟ لما اجيب النقاط الحرجة، وقال لك جيب الماكسيموم والمينيموم، يقول لك اخذ النقاط الحرجة هذه وروح في الدالة الأصلية قبل الاشتقاق، نعوض بها في الدالة الأصلية قبل الاشتقاق، يطلع لي
يطلع رقم اكبر من صفر اقول له الماكس، طلعت اقل من صفر اقول مينيمم. اوكي هنا بنفس الطريقه اخذ الكريتيكال بوينت هذه فاعوض في الداله اللي هي قبل الشقاق بالنقطه اف 1 وصفر تساوي المعادله عندي اكس تربيع. اوكي افتح قوس اعوض عن كل اكس بي 1 1 تربيع ناقص 2 في اكس يعني 2 في 1 زائدا واي تربيع الواي بصفر على 4 يعطيني صفر. حسب عندي الجواب كم؟ 1 ناقص 2 ناقص 2 كم يساوي؟ سالب 1. سالب 1 هذه اقل من صفر صح؟ دام اقل من صفر معناتها اقول عند هذه عندي ايش؟ عندي عند النقطه هذه الكريتيكال بوينت هذه هي مينيمم. اوكي؟ جلوبال لانه هي ما في غيرها، اصلا ما في غيرها. اوكي ما طلعت لي، ايش يعني ما في غيرها؟ يعني ما عندي طلع، ما طلعت عندي نقطه ثانيه، ما طلع مثلا عندي مثلا نقطه سالب 1 و3 او مثلا اقول لك كمان نقطه اخرى 2 و3. لا، دام طلعت لي نقطه واحده، ركزوا معي، طلعت لي نقطه واحده كريتيكال بوينت واحده، كريتيكال بوينت واحده هذه هي. فاجي اعوض بها في الداله قبل الاشتقاق، اذا طلعت القيمه اللي اعوض بها اقل من صفر فاقول عندك هذه جلوبال. ايش يعني جلوبال؟ لا توجد غيرها، هي قيمة عظمى محلية جلوبال مينيما. لو طلع هنا لو جيت اخذت لما جيت اعوض طلع في الدالة قيمة اكبر من صفر فاقول عندي جلوبال ماكس. لماذا؟ لانه لا توجد عندي الا نقطة واحدة هي كريتيكال بوينت واحدة هي 1 و0. واضح؟ اذا الجواب عندك حتقول ايش؟ جلوبال مينيما وقيمتها سالب 1. نشوف الجواب هنا بس نتأكد. شوفوا في example 1 حتقول إذا عند النقطة هذه 1 و 0 حتقول عندي global minimum، ما عندي ايش local maxima ولا local minimum، عندي global minimum تسمى local minimum، local minimum برضو عادي ما في شيء. طيب هذه example، example 2 بنفس الطريقة. الآن بعد ما نخلتوا example هذا راح نخش في ثلاثة step اللي قلت لكم عليها وأقول لكم ايش الفرق. example 2 بنفس الطريقة يقول لك find the local minima or maximum values الدالة اللي هي معطيك اياها fx y عبارة عن سالب x سكوير على a سكوير زائد y سكوير divided by سكوير. تيجي تقول example 2 قال لك جيب اللوكال ماكس اللوكال مينيما للدالة عبارة عن fx y value معناتها تجيب قيمتها يعني كم قيمتها؟ يساوي ماينس اكس سكوير على اي سكوير بلس واي سكوير على بي سكوير. اوكي برضو الخطوه الاولى اجيب المشتقه بالنسبه للاكس والمشتقه بالنسبه فاقول اف سب 1 اف سب اكس يساوي هذا كيف اشتقه؟ اتخيل انه اي تربيع عدد يعني كانك بتقول اقول لك سالبا واحد على اي تربيع هذا كله على الاي عدد ما لك دخل بي. اشتق الاكس تربيع حيكون عندك يساوي سالبا واحد على اي تربيع في اشتقاق الاكس تربيع عبارة عن اثنين اكس اضرب هذا في بعض طلع عندك ايش؟ سالبا اثنين اكس على اي سكوير. حلوين؟ هذه مشتقة اف سب اكس بالنسبة للدالة. يطلع معاك هنا الجواب يساوي سالبا تو اكس ديفايدد باي اي سكوير. اساوي هذه المشتقة بالصفر. لاحظوا عندي طرفين في وسطين عندك سالبا 2 اكس يساوي صفر طرفين في وسطين. بعدها انا اجي القيمه في اكس عندي تساوي صفر. طيب هذه النقطه لازم اجيب نقطه ثانيه لان انا عندي تو فاريبل اجيب نقطه على الاكس نقطه على الواي. اجي الان هنا برضو اشتق بالنسبه للواي فاجي هنا لاحظ عندي هنا هذا الشقاق بصفر اجي هنا اشتق هذه بالنسبه للواي. كيف اشتقها بالنسبه للواي؟ يعني انا اقول لك الان كاني بقول لك واحد على بي تربيع في واي تربيع هذا المقدار ثابت فاشتق الان فاقول واحد على بي تربيع اشتق الواي تربيع عباره عن اثنين واي لما نضرب ده في ده حطلع عندي اثنين واي على بي تربيع وهذه المشتقة بالنسبة للواي فأجي أكتب هنا 2y على بي تربيع وأساويها بالصفر عشان أجيب النقطة تبع الواي أو كريتيكال بوينت فأقول طرفين في وسطين صار عندي 2y يساوي صفر ومنها الواي ايش تساوي؟ صفر. إذن عند النقطة على x كم تساوي؟ صفر طلعت عندي بصفر والواي بصفر فاجي اقول اوكي عندي كريتيكال بوينت
اللي هي اكس بصفر والواي بصفر. طيب هل طلعت نقاط غيرها؟ هل طلع عندي مثلا عندي نقطة تانية مثلا عند الاكس بواحد مثلا والواي بسالب واحد، ومثلا اقول لك عند الاكس يساوي اثنين والواي بسالب ثلاثة؟ اذا ما طلع نقاط غيرها يعني ما عندي الا نقطة واحدة كريتيكال بوينت، اشوف اذا كانت الكريتيكال بوينت هذه صفر وصفر هذا ايش يعني؟ هذا معناته نيذر، يعني هذه النقطة ليست ماكس وليست ايش؟ مينيما، تسمى صدل. ليش؟ انت لما تيجي تعوض هنا في الدالة هيطلع صفر زائد صفر، اساسا صفر زائد صفر معناته انا ما اعرف اسوي. فاكرين لما قلنا السبي اذا كان عندي الدي تساوي صفر فانا ما اقدر اقول حاجه خلاص، يعني ما اعرف اقيم النقطه هذه. اوكي فاقول هنا هذه نيدر وتسمى سدل. نرجع هنا نشوف هنا، شوفوا هنا في الكتاب، شوفوا لما جيت انا جيت عوضت طلع عندي صفر صفر. اوكي النقطه هذه صفر صفر قال لي ما يعطيني لا ماكسيم ولا مينيمم، هذا تسمى سدل بوينت. اوكي اذا الاول مثالين بسيطه قبل ما نبدا نحل ونخش فيها ثلاث خطوات. فهنا في الخطوه في المثال الثاني قال لي اذا طلعت عندي لما جيت ساويت المشتقه بالصفر الاولى بالنسبه للاكس والمشتقه الاولى بالنسبه للواي صفر، طلع عندي صفر وصفر على اكس بصفر واي بصفر، دام انا عندي كريتيكال بوينت واحده وقيمتها صفر عند الاكس وقيمتها صفر عند الواي، فهذا يسمى سدل. معنى سدل معناته لا هي قيمه عظمى ولا قيمه صغرى. اوكي طيب هذا ما يعني غالب المسائل ما حتجينا كده في الاختبار، غالب المسائل تجينا اكثر من كريتيكال بوينت. فهي الان ما راح اتعامل بالطريقه العاديه هذه، كيف اتعامل معها؟ راح اتعامل معها بالخطوات الثلاثه، راح نجيب الدي ونجيب الاف اكس اكس واجيب الاف واي واي واجيب اف اكس واي. حلو يعني اكزامبل واحد اكزامبل 2 بيعلمك على انا اذا كانت عندي كريتيكال بوينت فقط نقطه واحده مثلا واحد وصفر، مثلا عندي طلع صفر وصفر. اذا طلعت عندي واحد وصفر مثلا او طلعت عندي مثلا زي المثال هذا مثلا طلعت عندي اكزامبل 1 طلع عندي ال فين النقطه، طلعت النقطه عندي اللي هي طلعت بس اتاكد اوريكم عليها، طلعت عندي هنا في اكزامبل 2 في اكزامبل 1 طلعت عندي نقطه اللي هي واحد وصفر. هنا لازم احدد، لازم ارجع اعوض في النقطه في الداله قبل الاشتقاق، لكن لو طلعت صفر وصفر فراح اقول لك سدل. الخص اكزامبل 1 اكزامبل 2 عشان لا تضيع. اكزامبل 1 اول شيء اذا اكتب لك اذا طلعت اكتب لك اذا طلعت عندي نقطه حرجه واحده، نقطه حرجه واحده كيف يعني؟ طلعت عندي مثلا واحد وصفر او اثنين اي نقاط يعني نقطه واحده فقط، نقطه واحده يعني نقطه واحده بس مثلا طلعت هذه النقطه، ايش اسوي؟ اخذ النقطه هذه واعوض فين؟ واعوض في الداله الاصليه قبل الاشتقاق. اوكي اشوف اذا طلع القيمه لما اعوض بها في الداله اكبر من الصفر فاقول هذه النقطه عندي ايش؟ ماكسيمم. اذا طلعت اقل من الصفر اقول عندي هذه النقطه مينيمم وانتهى حلي. اما في اكزامبل 2 بنفس الطريقه لما نجي اشتق واساوي بالصفر اذا طلعت عندي نقطه حرجه واحده، اذا طلعت عندي نقطه هذا في اكزامبل 2 اذا طلعت عندي نقطه حرجه واحدة لكنها طلعت تساوي صفر وصفر صفر وصفر، هنا ما اقدر احدد. فاقول لك بما انه قيمة الاكس تساوي قيمة الواي كبوينت فراح اسمي هذه النقطة سدل. ما معنى سدل؟ معنى سدل معناتها ليست عظمى ولا صغرى، فتقول نيذر معناتها نيذر. هذا في حال لو طلعت كريتيكال بوينت نقطة واحدة فقط، نقطة واحدة فقط في اكزامبل واحد اكزامبل. لا الان احنا راح نتعامل مع اكثر من كريتيكال بوينت، الان راح نتعامل مع اكثر من كريتيكال بوينت. شوف اكزامبل 3 راح نطبق 3 ستيبس اللي علمتكم عليها.
نرجع نشوف example 3. يلا example 3 هنا شوف، حتى في example 2 يقول لك الآن راح نطور النقطة هذه. يعني احنا اساسا في example 2 طلعت المشتقة صفر، سواء لما عوضت في الاكس نوت الوانت. يعني انا ما اعرف اوصف الكيرف اللي عندي، فهذه حالات نادرة تجينا اصلا في الاختبار. اللي حيجينا example 2 example 4 ركزوا عليه. طيب هذا كلام شرحته. السكند بارشل تيست، السكند بارشل عنده 3 ستيبس زي ما قلنا نمشي عليها وبس. وهنا شوف هذا اذا قال لك الدي اقل من صفر حيكون عندي اما لوكال ماكس او لوكال مينيمو. اوكي اذا كانت الدي اقل من صفر هذا ايش عندي؟ سدل بوينت. شايفين في الحاله دي الدي اقل من صفر، هناك كنا صفر صفر خلاص انتهينا. في الرابع اذا كانت الدي تساوي صفر هذه النقطه لا تعطينا اي معلومات. ايش هي الدي؟ انا شرحتها واكتبها الان مره. نبدا ناخذ المثال اكزامبل 3، خلينا نكتب الاكزامبل هنا 3x تكعيب زائد y تربيع ناقص، خلينا نحله وبالمثال اتضح المقال. اكزامبل 3 قال لك جيب لي اللوكال ماكس واللوكال مين، جيب لي الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو للفانكشن المعطى. اعطاني f x y وتساوي 3 x تكعيب زائدا y تربيع ناقصا 9 x زائدا 4 y. اوكي يقول جيب لي الماكسيمم والمينيمم فاليو لهذه الداله. طيب خطوات الحل زي ما قلنا ستيب 1 اول شيء اشتق مشتقه جزئيه بالنسبه لx واساويها بالصفر. هنا عندي اشتقاق 3 x تكعيب عباره عن 9 x تربيع هنا بصفر، هنا اشتقاق السالب 9 x عباره عن سالب 9 واساوي هذا المشتقه بالصفر. ابدا احل، لو قسمت هنا على 9 فهنا حصل عندي هذه تنقسم يصير على 9 هنا على 9 فصل عندي x تربيع ناقصا 1 يساوي صفر. ومنها لما ننقل السالب 1 للطرف اليمين يصير عندي x تربيع يساوي 1. ومنها هذا يؤدي لان x لما ناخذ جذر تربيع الطرفين x يساوي ايش؟ زائدا او ناقص 1. حلوين؟ يعني عندي قيمتين x مو قيمه واحده. طيب اخذ برضو اشتق f سب y فأقول هنا بصفر اشتقاق الواي تربيع عبارة عن 2 واي، هنا بصفر اشتقاق 4 واي عبارة عن ايش؟ زايدا 4. برضو أساوي المشتقة هذه بالنسبة بالصفر، أحول ممكن أنقل الأربعة أو أنقل مثلا سالب 4 هنا تروح صار عندك 2 واي تساوي لي سالب 4. أبغى واي أقسم الطرفين على 2 صار عندي سالب 4 على 2 يعطيني سالب كم؟ سالب 2. إذا طلعت عندي نقطة هنا سالب 2، عندك هنا إكس وموجب 1 وسالب. الآن أكتب الكريتيكال بوينت، مرة أخذ الإكس بواحد بالموجب مع السالب 2، فأقول إذا الكريتيكال بوينت عندي كالتالي 1 وعندك الواي هنا سالب 2، والنقطة الثانية سالب 1 على الإكس والواي بسالب 2. عندي تي 2 كريتيكال بوينت. لاحظين كيف كتبناها؟ أخذت مرة الإكس موجب 1 مع السالب مع الواي، واخذت اكس مره بسالب واحد مع ايش؟ الواي. حلوين. الان هذه ستيب 1، هذه كلها ستيب 1. اجي في ستيب رقم 2، ستيب رقم 2 بكل بساطه اجيب ايش؟ اجيب اف اكس اكس واجيب اف واي واي واجيب اف اكس واي واجيب معادله الدي. نبدا واحده واحده. يلا اجيب اف اكس اكس، اقول اجيب اف اكس. ايش يعني اكس اكس؟ يعني المشتقة اروح المشتقة اللي اشتقيتها هذه اشتقها ثاني مرة بالنسبة لإكس. اشتق هنا عندك الساعة اكس تربيع اشتقاها عبارة عن 18 اكس، بس عندي المشتقة الثانية بالنسبة لإكس عبارة عن 18 اكس. اروح اجيب اف واي واي، يعني اروح المشتقة الاولى بالنسبة للواي اشتقها ثاني مرة بالنسبة للواي يساوي. فهي المشتقة الثانية بالنسبة للواي تطلع فوق، هذه هي صح؟ 2 واي زائد 4، لما اشتق عندك يصير عندك 2 فقط. أروح أجيب اف اكس واي، يعني أروح في المشتقة الأولى بالنسبة للإكس وأشتقها مرة ثانية لكن بالنسبة للواي. وين المشتقة الأولى بالنسبة للإكس؟ هذه هي. هل في حد يحتوي عليه واي؟ لا، إذا اشتقاقه بالنسبة للواي بصفر.
باقي الخطوة غير أجيب الدي. الديقة هنا عبارة عن كالتالي: أضرب الإف إكس إكس مضروبة في إف واي واي ناقصا إف إكس واي سكوير، يلا يساوي إف إكس إس. كم طلعت عندي؟ 18 إكس ضرب إف واي واي. كم طلعت عندي؟ في 2 ناقص إف إكس واي تربيع بصفر، فما خلاص راح الحدث. أضرب عندي يساوي كم؟ 36 إكس. هذه الدي. أوكي، الخطوة الأخيرة رقم 3 أعمل التست. أعمل التست، أختار الكريتيكال بوينت اللي عندي. إيش هي اللي عندي؟ 1 وسالب 2، سالب 1 وسالب 2. أمسك أول شيء هذه النقطة، أوكي، بقوم أعوض في الإف إكس إكس إف واي واي وف إكس وفي الدي. أوكي يلا أقول التست آت، تقول آت النقطة اللي هي 1 وسالب 2، تروح تعوض في الإف إكس إكس. أوكي تعال عوض في الإف إكس إكس. إف إكس وينها؟ 18 إكس. تعوض إيش؟ بالإكس بواحد، لأن أنا ما عندي أساسا، ما عندي إيش؟ ما عندي واي. فتعوض بالواحد، سلم 18 في 1 ويساوي 18. هذه تقول هي أكبر من الصفر على طول. بعدين أعوض في الإف واي واي، فين إف واي واي؟ إف واي واي هي 2، فما عندي أي قيمة أعوض بها بإكس واي، ما عندي متغير إكس واي، فطلعت عندي إف واي واي يساوي 2، أيضا هي أكبر من الصفر. الآن أقارن، الآن أقارن، هيا شوفوا الدي عندي الآن، باقي أجيب أعوض في الدي اللي هنا. أعوض بإيش؟ أعوض بالواحد، لأن أساسا ما عندي إكس، فلما أجيب الدي أقول الدي تساوي 36 في الواحد ويساوي 36، أكبر من الصفر. نعم، إذن أقارن شرط عندي الدي أكبر من الصفر، والإف إكس إكس أكبر من الصفر أهو، والإف واي واي أكبر من الصفر. هذا إيش معناته؟ على طول خلف خلاف تعكس، تقول هذه عبارة عندي هذه النقطة إيش؟ لوكال مينيما. طيب أجد أختار، إذا النقطة اللي عندي لوكال مينيما هي 1 سالب 2، أختار النقطة الثانية الموجودة عندي أختبرها سالب 1 وسالب 2، تعمل تست لها. فحتقول آت سالب 1 وسالب 2، أوكي، بنفس الطريقة، بنفس الطريقة أعملها. فأقول أعوض في الإف إكس إكس، إيش يساوي؟ إف إكس إكس عندي فين معادلتها؟ هذه 18 في إكس، أعوض عن كل إكس بإيش؟ بقيمتها اللي معطيه لها سالب 1 هنا، فأقول إيش؟ 18 ضرب سالب 1 يعطيني سالب 18، بما إنه أقل من صفر فأكتب أقل من صفر. أجيب إف واي واي ويساوي، أساساً عندي إيش إف واي واي؟ إيش عندي؟ تتذكروا؟ هي 2 صح؟ هي أكبر من الصفر، دام واحدة أقل من الصفر واحدة أكبر من الصفر، فهذه النقطة إيش عندي؟ إيش سدل؟ تبي تتأكد إنها سدل يعني ليست عظمى ولا صغرى، تعال عوض في الدي. الدي لما تعوض بها الدي عبارة كان معادلة 36 إكس صح؟ عوض عن الإكس بسالب 1 في النقطة هذه، عندك الإكس بسالب 1 ما فيش واي، فتقول يساوي 36 في سالب 1 وهي أقل من الصفر، يعني يعطيني سالب 36. من أقل من الصفر خلاص ترجع للشروط عندك، بما أنه الدي أقل من الصفر إذا هذه النقطة تسمى سدل. معناها سدل معناتها ليست عظمى، نيدر ليست عظمى وليست صغرى. أوكي بس كده حلك انتهى. إذن حتقول عندك كريتيكال بوينت الأولى 1 سالب 2 عندها لوكال مينيما، والنقطة الثانية اللي هي سالب 1 وسالب 2 نيدر ليست عظمى ولا صغرى، تسمى سدل. واضح؟ هذا هو الحل. نرجع نشوف كده الحل في الكتاب أو في المذكرة. هاي شوف، هذا في اكزامبل 3. لاحظوا في النهاية قال لك إيش؟ إذن هنا في الأولى حتقول عندك هنا شوفوا عند النقطة هذه 1 وسالب 2 قال لك إيش؟ لوكال مينيما. قال لك جيب الفاليو. إيش يعني جيب الفاليو؟ يعني باختصار شيء جدا، أنت الآن أنت لما جيت طلعت النقطة اللي هي إيش قلنا؟ اللي هي سالب 1 اللي هي النقطة قلنا 1 وسالب 2 صح؟ لما جيت عوضت أنا في المسألة طلعت عندي
طلعت عندي لوكال مينيما صح. طيب هو قال لي ابغى الفاليو تبعه، عشان ايش ابغى الفاليو تبعه؟ يعني باختصار شيء جدا، روح للداله، روح للداله قبل الاشتقاق، قبل الاشتقاق حلو، قبل ما تشتق الداله تروح تعوض بالنقطه كل اكس بواحد وعن كل واي بسالب 2. يلا تعال في المعادله قبل الاشتقاق، يلا يساوي 3 في 1 تكعيب زائدا الواي عندك بسالب 2 سالب 2 تربيع زائدا 9 في 1 زائدا 4 في سالب 2. تعال بسط حيطلع معاك الجواب، شوف ايش طلع. سالب 2 تربيع يعطيك كم؟ 4. 9 في 1 يعطيك كم؟ 9. موجب في سالب يعطيك ايش؟ سالب كم؟ 4 في 2. دقيقة متأكد هنا عندنا، سوري ما انتبهت للقيمة الأولى، هي 3 تربيع. 3 هنا يعطيك 3 زائدا 4 حلوين. عندك هنا فين؟ سالب 2 تربيع يعطينا كم؟ ب 4 و 9 في 1 يعطينا كم؟ 9 في فين الدالة؟ 9 في 1 يعطينا كم؟ 9 زائدا 9. بعد عندكم هنا اخر شيء عندنا 4 واي، اضرب 4 في سالب يعطينا كم؟ ناقص 8. 3 و 4 كم فيها؟ 7. 7 و 9 كم؟ 7 و 9 7 و 7 14 15 16 16 وناقص 8. لازم نعوض مضبوط، ما عوضنا مضبوط. دقيقة بس، اوكي عوض هنا، شوفوا 3 بعد عندكم هنا 1 تكعيب زائدا واي تربيع، الواي عندي بسالب 2 تربيع، عندكم بعد ناقص ناقص، شفتوا ناقص ما انتبهت، ناقص 9 في 1 زائدا 4 في سالب 1. انا بسطت عندك 3 هنا زائدا 4 ناقص 9، عندكم هنا آخر شيء سالب 8. 3 و 4 7 سالب 9 و سالب 8 يعطيكم كم؟ سالب 19 سالبا 9 و 9 18 17 سالب 17 سالب 17 وزايد 7 يعطيك سالب 10. إذن حتقول عند النقطة هذه اللي هي الكريتيكال بوينت 1 وسالب 2 هي لوكال مينيما صحيح؟ لوكال مينيما. الفاليو تبعها لما جيت عوضت في الدالة طلعت كم؟ سالب 10. اوكي؟ طيب والنقطة الثانية اقول ايش؟ نيدر سدل. واضح كيف سوينا؟ معليش انا طولت في المثال ده بس عشان ايش؟ اوضح لكم الفكرة. يقول لك لوك، اذا قال لك شوف اذا قال لك لوكال مينيما خلاص لما تجيب الكريتيكال بوينت وتختبرها حتقول اوكي هذا الكريتيكال بوينت لوكال مينيما. لو قال لك جيب الفاليو، اوكي اذا قال لك جيب الفاليو تقول اوكي اخذ النقطه اللي طلعت هي عندي مينيما اجيب قيمتها الفاليو تبع المينيما هذه في الداله قبل الاشتقاق، اعوض بالنقطه اكس اللي طلعت لي ولو طلعت لي كريتيكال بوينت لوكال مينيما حطلع لي الجواب. واضح؟ اوكي وهذه قلنا سدل بوينت، اوكي ما احتاج تعوض اساسا خلاص سدل بوينت خلاص ما احتاج تعوض. اكزامبل 4، اكزامبل 4 في له فكره جديده. ايش هي؟ هو بيقول لي انا ممكن استخدم التطبيق هذا اللي اجيب المينيمم والماكسيمم، هي ابلكيشن حتى اخذناها في كالكولس 1 نقدر نستخدمها في 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 ايجاد ايش اقل مسافه بين الاوريجين والسيرفيس. احنا نتكلم على 2 دي و 3 دي تمام، انا بتكلم عن السيرفيس يعني ثلاثه ابعاد وثمانيه ابعاد. فانا مثلا تمام انا عندي اي شكل وليكن مثلا كره، اوكي هذه الكره معلش انا برسم على شكل تخيلي، الكره هذه لها اوريجين مثلا صفر صفر وصفر، فهو بيقول لي اوجد لي اقل مسافه او اقل قيمه صغرى بين الاوريجين هذا بين السطح الكره هذه والسيرفس بين مركز الكره وسطحها يعني السطح الخارجي، برضو اسوي نفس الخطوات. اوكي اعطاني هنا في السؤال قال لي find the minimum distance between the origin and the surface واعطاك معادلة السيرفس.
نبدا نحل يلا example 4. اوكي ابدا واحده واحده. قال لي find the minimum distance between the origin and the surface. ايش يعني origin؟ لما كنا ناخذها في احداث اكس واي يقول لك 0 0، ايضا هنا يعني في 2 في 3 دي يكون عندي الاكس بصفر، ثواني بس، الاكس بصفر والواي بصفر والزد بصفر، هذه اكس وهذه واي وهذه زد، هذه معناتها اوريجين. طيب اعطاني يبغى الدستنس اقل، يبغى المينيمم، يبغى المينيمم اوكي، واعطاني المعادله الزد سكوير ايكوال اكس واي زائدا 4، سمي هذه مثلا اكس واحد واي واحد زد واحد ما علينا. طيب اول حاجه الدستنس، تذكروا قانون المسافه بين النقطتين اللي اخذناه في كالكولس واحد، هو اكس 2 ناقص اكس 1 تربيع زائد جذر زائد واي 2 ناقص واي 1 تربيع تحت الجذر وهكذا صح؟ او اكس 1 ناقص اكس 2 في النهايه يعطيك نفس الجواب لانه في النهايه تحت الجذر. طيب هي نفس الشيء، يبغى الديستنس، فاول شيء اقول قانون المسافه انسر، اقول قانون المسافه عباره عن ايش؟ الجذر التربيعي، هنا تربيع زائدا قوس ثاني تربيع زائد لانه عندي زد كمان قوس ثالث تربيع. حلوين حلوين. اقول اكس ناقص، اقول مثلا اكس ناقص صفر، اعتبر انه هذه النقطه الاولى تربيع زائدا واي ناقصا صفر تربيع زائدا زد ناقصا صفر تربيع، قوي المسافه بين نقطتين. حلوين، حط لها معي ايش؟ حط لها معي الدي كالتالي، الدي تساوي الجذر التربيعي ل اكس تربيع زائدا واي تربيع زائدا زد تربيع، لأن الصفر خلاص ما له قيمة. طيب أنا الآن أنا بتعاون مع المتغيرات هذه، كيف أتخلص من الجذر هذا؟ عندي متغيرات هنا، فأخذ فأربع الطرفين صح؟ لما أربع الطرفين صار عندي دي تربيع، لما أربع الجذر، الجذر يروح مع إيش؟ مع التربيع، فصار عندي دي تربيع تساوي إكس تربيع زائدا واي تربيع زائدا زد تربيع. الخطوة اللي بعدها أنا عندي قيمة زد معطينيها في السؤال، زد سكوير عبارة عن إكس تربيع ضرب واي زائدا زد، أخذ قيمة الزد هذه سكوير أعوض بها هنا مكان الزد، فأقول كالتالي الدي سكوير تساوي إكس سكوير بلس واي سكوير بلس الزد سكوير عبارة عن إيش هو؟ إكس سكوير في واي زائد 4، فأقول هنا إكس سكوير في واي زائد 4، عشان انا ابغى انا بحلها كتو فاريبلز، لانه اغلب كل المسائل اللي عندنا ما عندنا 3 فاريبلز، فاو اعطاني 3 فاريبلز في السؤال، لاحظوا اكس وزد سكوير وواي، فبالطريقه هذه بالتحايل على المساله اجي استبدل قوانين المسافه، استبدل الزد سكوير بقيمتها المعطاه في السؤال، فلاحظوا انا عندي الان قدرت اتعامل مع السؤال بطريقه سهله، حيكون عندي ايش؟ اكس وواي، اكس وواي، واقدر اجيب الاف اكس واجيب الاف واي واجيب المشتقه واجيب الدي وكل حاجه. اوكي؟ خلاص. فاقول اذا هذه هي المعادله، اقدر اسميها، اقدر اسمي الدي هذه، اقدر اسميها اف اكس واي في تو فاريبلز وهي نفسها، فاقول اكس سكوير زائدا واي سكوير زائدا اكس سكوير واي زائدا 4. اوكي؟ طيب حلوين، حد لهم كذا واضحه. طيب انا ابدا خلاص، انا بس تبسيط المساله، اجيب الان خطواتي اللي كيف كنا نجيب الكريتيكال بوينت. يلا هو يبغى مينيما، من يوم ما اقول لك لوكال مينيما لوكال ماكسيما، سواء في كالكولس هنا 3 او في كالكولس 1 تشتق. اوكي بس هذه صعوبه السؤال، بس كني عدلت المساله، اقول ستيب 1، اقول ستيب 1 يلا الخطوه الاولى كنا نجيب اف اكس واف واي واساويهم بالصفر. يلا في هذه المعادله اشتق بالنسبه لاكس، عندك 2 اكس زائدا هنا اشتق 2 اكس والواي يساوي لك 2 اكس واي، ساويها بالصفر، يمديك تسحب ال 2 اكس على المشترك، عندك هنا سحب عندك 2 اكس، يبقى عندك هنا 1 زائدا واي يساوي صفر صحيح؟ اما هذا القوس اخذ واساوي بالصفر، عندك 2 اكس يساوي صفر، هذا يؤدي الى ان الاكس تساوي صفر، وإما أخذ هذا القوس لواحد زائد واي، واحدا زائدا واي
يساوي صفر، وهذا يؤدي إلى أن الواي تساوي سالب واحد. إذا حط كده قوس على ذا أو مربع على ذا أو مربع على ذا. حلوين؟ طيب أجي الآن برضو أجيب F sub Y. طبعا لا أحد يقول لي طب ليه مصحف مكتوبة صفر وسالب واحد؟ لا، أنت من المعادلة، تمام، من المعادلة الوحدة هذه طلعت قيمة ليس قيمة الواي، لكن ما ينفع. لو ترجعوا للإكزامبل اللي قبل مثلا زي إكزامبل 3، أوكي، كنا نجيب، لاحظوا، كنا نجيب في معادلة واحدة قيمة الإكس، والمعادلة الثانية اللي هي F sub Y قيمة الواي. بعدين نقول أوكي ناخذ هذه النقطة من هنا وناخذ هذه النقطة من هنا ونحطها كزوج مرتب. فلا أحد يقول لي يا مصعب أوكي خلاص أنا طلعت قيمة ليس قيمة، أقول لك هذا صفر وسالب، لا خطأ. أعيد الآن في إكزامبل 2 وإكزامبل 3 لما كنا نساوي المشتق ولا بالصفر بالنسبة لـ F X، حيطلع معايا قيمة الإكس. أروح لما أجيب F sub Y يطلع معايا قيمة الواي. هنا راح آخذ القيمة اللي أخذتها من X والقيمة الواي وهي كريتيكال بوينت. لكن ما ينفع أنت من نفس المعادلة أوكي أجيب قيمة الإكس أوكي تمام، جبت قيمة الواي تمام، لكن ما ينفع أجمعهم بإيش كزوج مرتب واحد. واضح الفكرة؟ كمل بس أنت حط لها شكل مربعين عشان تفهم الفكرة. أنت على F Y اشتق بالنسبة لـ Y. وين المعادلة؟ هذه المعادلة، هذه هنا بصفر، اشتقاق الاثنين اكس واي عبارة عن اثنين واي، فاف سب واي عبارة عن ايش؟ عندنا في هذه المسألة، وين المثال؟ وين راح المثال؟ انا بس بشوف الورقة، اوكي؟ حطلة معايا، وين المسألة هنا؟ اوكي، عندك هنا اثنين واي، عندك هنا ايش؟ اكس تربيع، لاحظوا؟ اثنين واي وعندك هنا اكس تربيع. صح ولا مو صح؟ F sub Y تساوي كالتالي 2Y زائدا X سكوير وأساويها بالصفر عادي. أوكي حيطلع عندي كالتالي، شوفوا. طيب أنا جبت نقطتين، كيف الآن هنا إيش كيف أسوي؟ بكل بساطة النقطتين هذه اللي طلعتها من المعادلة ولا أجي أعوض بها في المعادلة الثانية، مرة أخذ الإكس بصفر أقول لك put x equal 0. لما انتهينا تعوض يطلع عندك، خلينا نعوض 2y يساوي 0، صح؟ صحيح؟ ترى على x بالصفر. منها يؤدي لأن الواي تساوي ايش؟ الواي تساوي 0. اوكي حط مربع على ذي. الآن ضع ايش؟ ضع الواي، تمام؟ هنا ضع الآن، ضع الواي، أخذتها حطيت الاكس، put y equal كم؟ هذه. سالب واحد. فين في المعادلة هذه؟ حيطلع عندك اثنين في سالب واحد زائدا اكس سكوير يساوي زيرو. يصير عندك هنا سالب اثنين زائدا اكس سكوير يساوي صفر. ودي السالب اثنين الطرف اللي يصير عندك اكس تربيع يساوي، تاخذ جذر تربيع طرف يطلع لك زائدا او ناقص جذر اثنين. حلوين؟ الآن يلا اعمل الكومباينيشن، ركزوا معايا. ما ينفع تاخذ من معادلة واحدة x مع y كذا، لا. تاخذ x من هنا مع x مع y من هنا. اوكي؟ وتاخذ y من هنا مع x واحدة من هنا، يلا معايا. يعني الآن طلعت النقاط عند النقطة الأولى كالتالي. هنا طلعت عندك x بصفر، تقول الكريتيكال بوينت، تقول الكريتيكال بوينت اللي عندي كالتالي. أول شيء صفر من المعادلة الأولى من الـ fx، أجي هنا أخذ y، الـ y طلعت عندي هنا صفر، أوكي حلو أخذ. بعدين عندي هنا فين x الثاني طلعت المعادلة الثانية، زائد جذر 2 وسالب جذر، أخذ واحدة. أول واحدة أقول موجب جذر 2 مع الـ y، أي y اللي عندي طلعت سالب واحد، شوفوا هنا سالب واحد. برضو عندي هنا شوفوا لاحظ من المعادلة الثانية أعطيت ناقص، فأقول ناقص جذر اثنين مع اي واي من الواي اللي هناك، تمام، مع الواي اللي هناك اللي هي كم؟ اللي ايضا سالب واحد. حلوين؟ اعيد كيف عدتها، كيف سوينا؟ اول شيء اخذت صفر من هنا واي مع صفر، خلاص كنسلنا هذه النقطتين. اخذ واحده من هنا بالموجب اللي هي جذر اثنين مع سالب واحد اللي هنا، واخذ سالب جذر اثنين مع سالب واحد اللي هناك. حلوين. صار عندي كم كريتيكال بوينت؟ عندي 3 كريتيكال بوينت. يسوي ايش الخطوه اللي بعدها؟ الان هذا السيب 1، السيب 2 زي ما قلنا
هاشتاق اف اكس اكس واف واي واي واف اكس واي واجيب الدي كمان. اخذ كل نقطة، ابدأ بالنقطة الاولى بعدين بالنقطة الثانية بعدين بالنقطة الثالثة. يلا حلوين حلوين. اول شيء اشتق اف اكس اكس يساوي فين اف اكس الاولى هذه اشتقها مرة اخرى بالنسبة لي صار عندك 2 زائد 2 واي صحيح. تقول 2 زائد 2 واي ما تساوي بالصفر، انت في الستيب 2 الان تجيب اف واي واي. يلا فين فين اف واي الاولى هذه اشتقها مره اخرى بالنسبه لي صار لك يساوي 2، عندك هنا يساوي ايش 2. بعدين اف اكس واي المعادله الاولى اشتقيتها بالنسبه للاكس تشتقها مره اخرى بالنسبه للواي هذا بصفر، عندك هنا اشتقق الواي بواحد صار لك 2 اكس، عندك يساوي ايش هنا 2 اكس. حلوين. الان اجيب الدي، معادلة الدي عبارة عن ايش؟ اف اكس اكس ضرب اف واي واي ناقصا اف اكس واي سكوير. حلوين. يلا تعال عوض. اف اكس اكس عبارة عن 2 زائد 2 واي، اكتب يلا يساوي 2 زائد 2 واي في اف واي واي عبارة عن ايش؟ في 2 ناقص اف اكس واي عبارة عن 2 اكس ربع 2 اكس سكوير. فك الاقواس حيطلع معاك 2 ضرب 2 يساوي كم؟ 4. هنا 2 في 2 يعطيك زايدا 4 واي ناقصا 2 اكس سكوير. حلوين. الان انتهيت من الستيب 2، اجي الان الستيب 3 اعمل التست. اقول الستيب 3 اعمل التست باي نقاط؟ بالنقاط اللي انا جبتها كريتيكال بوينت. هذه كريتيكال بوينت، هذه صفر صفر وهذه وهذه. يلا فاجي اقول الكريتيكال بوينت الاولى اقول ات صفر وصفر، اعوض في ايش؟ اعوض في الاف اكس اكس واف واي واي وفي الدي، اعوض بالاف اكس بصفر وصفر. يلا فين اف اكس اكس؟ هذه حيطلع عندي 2 زائد 2 في 0 بصفر، يطلع عندي 2 لانه ما عندي اكس فاعوض بس بالواي يساوي بعد هذه تقول اكبر من 0 خلاص. اف واي واي اللي عنده 0 و0 تعال عوض في المعادله تبع اف واي واي عن كل اكس عن 0 واي واي بالصفر، حيطلع معك ما في حاجه في 2 واضح 2 برضه. فتقول اف واي واي ايضا 2 في اكبر من 0. باقي الدي برضه عوض بالصفر والصفر في معادلتها هنا يلا 4 زائد 0 زائد 0 صح، حيطلع معاك يساوي 4 وهي اكبر من 0. اذا كان عندي الدي اكبر من 0 وعندي اف اكس اكس اكبر من 0 وعندي اف واي واي اكبر من 0 عند هذه النقطه اقول هي عندي ايش؟ لوكال مينيمم. حلوين. ابغى اجيب ايش؟ ابغى اجيب الفاليو تبع اقول with value، اجي اعوض في المعادله اللي هي كانت ايش هي؟ تذكروا الدي وينها هذه اكس سكوير زائد واي سكوير زائد اكس سكوير واي زائد 4، اعوض عن كل اسم بصفر واي بصفر، فاطلع هنا صفر زائد صفر زائد صفر زائد 4، فيطلع معي كذا يساوي عندي الدي سكوير هي كانت ايش؟ دي سكوير يساوي دي سكوير يساوي أربعة. انا ما ابغى الدي سكوير ابغى الدي، فالدي عباره عن ايش؟ اخذ جذر تربيع طرف، هنا التربيع يروح مع الجذر هنا يطلع عندي ايش؟ يساوي الجذر الأربعة والدي تساوي 2. واحد يقول ايش ما اخذت بالموجب ايش ما اخذتها بالسالب؟ ديستنس يا حبيبي انت اخذنا في الفيزياء الديستنس هو قيمه مطلقه، يعني دائما اخذه برقم موجب. هو هذا اللي ابغاه، يبغى اللوكال مينيما بس، هو يبغى اللوكال مينيما ما يبغى اي حاجه. تبغى تشيك النقاط الثانيه ما حيطلع لك، لو هو يبغى لوكال مينيما طلعت هذه النقطه. حلوين. نرجع نشوف خطوات حلي في السؤال، شوفوا شوف
شوفوا لاحظوا في النهاية الأوريجن عندنا يساوي 2. طيب لو تبغى تتأكد من نقطة تتأكد عادي ما في إشكالية. النقطة الثانية اللي هي شوفوا وينها، النقطة الثانية اللي هي جذر 2 الكريتيكال بوينت الثاني آت اللي هي كانت جذر 2 وسالب 1. أوكي جيبوا الاف، خليني أكتب لكم عدد الاف إكس عشان بس ما نرجع عليه. اف إكس إكس كانت إيش 2 زائدا 2 واي، وإف واي واي كانت تساوي 2، وإف إكس واي كانت تساوي 2 إكس. وديك معادلة طلعت لي عبارة عن إيش 4 زائدا 4 واي ناقص 4 إكس سكوير. طيب خلينا نعمل تس لهذه النقاط، نعمل تس لهذه النقاط، نعوض نعوض فين؟ نجيب أول شيء نعوض في إف إكس إكس اللي هي عبارة بالنقطة جذر 2 وسالب 1. تجي تعوض هنا في إف إكس إكس ما عندك إلا سالب، إلا عنده سالب 1، فتعوض في 2 ما عندك إلا 1، يعني 2 زائدا 2 في سالب 1 ويساوي 2 موجب في سالب ناقص 2 صح؟ عندك يساوي 0. أوكي؟ طيب تجي بعدين في الثانية تقول إف واي واي بالنسبة للنقطة هذه جذر 2 وسالب 1 ما عندك إلا 2 فهسين، فتقول 2 هي أكبر من الصفر. طيب شوف الدي، يلا لما تيجي تعوض هنا راح ركزوا معايا شوفوا، خلينا نعوض نشوف نشوف الرقم اللي طلع هنا. كالتالي عوض عن أول شيء تقول 4 هذه المعادلة 4 زائدا 4 في سالب 1 ناقصا 4 في الاكس بكم جذر 2 تربيع صح؟ يلا يساوي 4 هنا موجب في سالب يعطيك ايش سالب 4 هذه بكم؟ بعدين عندكم هنا سالب 4 لاحظوا معايا هنا اول شيء التربيع يروح مع الجذر صح؟ عندك ناقصا 4 في 2 صحيح؟ هاي تروح مع هذا الجواب يساوي كم؟ سالب 8. يعني الدي عندك كان اقل من الصفر. ايش كنا نقول؟ إذا طلعت الدي عندنا أقل من الصفر فهذه عندي النقطة إيش تسمى؟ نرجع للملاحظات اللي قلنا لكم عليها في بداية الدرس. هذه النقطة عندي إيش؟ سدل. إيش معناتها سدل؟ تقول هذه النقطة عندي سدل، يعني معناتها نيذر، ليست قيمة عظمى نيذر ماكس نيذر مينيموم. أوكي؟ طيب تبي تعمل تيست ثاني للنقطة الأخيرة هذه عشان نتأكد. النقطة الأخيرة اللي هي كانت عندنا وينها؟ اللي هي سالب آت، أقول لكم آت بوينت اللي هي النقطة الحرجة الثانية سالبا جذر 2 وسالب 1 صح؟ يلا إف إكس إكس برضو كانت 2 زائد 2 يعني عوض حيكون عندك 2 زائدا 2 يسالب وحيطلع معاك الجواب كم؟ 2 ناقص 2 يعطيك برضو 0. اوكي نجيب ال F Y Y ويساوي حيطلع عندك 2 اكبر من الصفر. نجيب ال D، ال D اللي عبارة عن ايش؟ تعوض في معادلة تبعي اللي كانت كامل المعادلة 4 اكتب ال D المعادلة كانت هنا عبارة عن 4 زائد 4 Y ناقص 4 X تربيع. يلا عوض عن كل إكس بسالب جذر 2 وعن كل واي بسالب 1. يلا عندك هنا 4 زائدا 4 افتح قوس أوكي الواي بكم عندك سالب 1 بعدين ناقص 4 في الإكس تربيع عبارة عن كم سالبا جذر 2 تربيع إيش يساوي هنا 4 موجب في سالب يعطيك سالب 4 ناقص 4 هنا قوس التربيع ده يطير السالب ويطير الجذر صحيح؟ جربوا شوفوا حيطلع معاك الجواب، نتأكد بس حيطلع الجواب لو نقول سالب 4 دقيقة بس هو طلعت نفس الجواب، حيطلع سالب 4 في سالب جذر 2 حيطلع أظن نفس الشيء سالب 8 سالبا جذر 2 تربيع. حيطلع معاك هنا شوفوا حيطلع معاك هنا سالب 4
ناقصا دقيقة أنا ما حطيت التربيع على هذا ناقصا جذر اثنين تربيع حيطلع معك هنا أوكي برضو هنا حطلع إيش هنا شوف حيطلع هنا اثنين لأنه هذا التربيع طير الجذر ويطلع عندك اثنين حيطلع معك الجذر برضو سالب ثمانية سالب ثمانية معناتها أقل من الصفر إذا أيضا النقطة الثانية هذه اللي هي سالب جذر اثنين وسالب واحد أيضا نيدر سدل ليه لأنه دي أقل تقول هذه النقطة سدل بس أوكي إذا ملخص الملخص هذا طلع عندي عند الصفر والصفر مينيمم رحت عوض بها في الدالة طلعت معايا قيمتها تساوي سالب عشرة عند النقطة الثانية هي جذر اثنين سالب واحد وسالب جذر اثنين وسالب واحد عند النقطة طلعت عندي السدر يعني ليس لها قيمة عظمى ليس لها قيمة صغرى ليه؟ لأن عندي هنا الدي أقل من الصفر أما طلعت هنا الدي أكبر من الصفر وإف إكس إكس أكبر من الصفر وإف واي أكبر من الصفر فطلع الجواب إيش؟ لوكال انتبه خلاص مينيمم واضح المثال خطوات هي هو خطوات طويلة لكن ركزوا فيها إن شاء الله ما حتلخبطوا أبدا أبدا في هذا الدرس طيب إكزامبل 5 إكزامبل آخر نتأكد بس من الحل بس نديكم ملخص في النقطة هذه لاحظوا خلاص شوف هنا بعد ما جاب كريتيكال بوينت لاحظوا صفر وصفر اثنين سالب واحد سالب اثنين بعدين قال لك ما في باوندر ما في ايش نقاط حدية لانه ما اعطاني سيرفس ما اعطاني شرط في السؤال ايش هو الشرط يعني لو قال لي مثلا اكس اكبر من يساوي واحد او مثلا واي اقل من سالب ثلاثة هنا حدني بشروط لكن هل حدك بشروط هل قال لك في السؤال هذا الكلام هل لقيت متباين لا فعشان كذا خلاص انت تمشي هنا تمشي امورك لاحظ انه في النهايه قلنا ايش لما تاخذ هذا يطلع سالب 8 واقل من الصفر قلنا نيدر لكن لما تاخذ الصفر والصفر يطلع عندك 4 تمام و2 برضو اكبر من الصفر يطلع لك الديستنس كم يساوي ايش 4 ويطلع الجواب 2 لانه تاخذ جذر التربيع للطرفين هذا هو الجواب هذا مينيمم ديستنس يساوي 2 اوكي طيب هنا بيقول لك من السهل ان انا اعمل تشيك لي الباوندري بوينتس اذا كان عندي تمام فانكشن في ون فاريبلز ليه لانه دائما ايش يعني الباوندري فاكرين في كالكولس 2 لما كنا نقول لما نقول نعطيني فتره اقول لك على مثلا من 0 الى 3 هاي كنا نسميها اند بوينت الاند بوينت هذه نعتبرها كريتيكال بوينت على طول لكن هنا في الباوندري تمام تعتبر مرات كريتيكال بوينت ما تعتبر مرات ليست كريتيكال بوينت هو بيقول لك من السهل ما يكون عندي بطريقه سهله اذا انا ايش اتعامل مع الباوندري مع النقاط اللي هي الحديه حدود الشكل اذا كانت one variables اوكي طيب لكن اذا كان عندي two end points ايش اسوي يعني مثلا اوضح لك مثلا كان عندي مثلا مربع لاحظ انا عندي حدود المربع مثلا هذه النقطه هذه النقطة هذه النقطة هذه النقطة مثلا على الاكس هنا مثلا صفر وصفر مثلا هذا مثلا واحد وصفر عندي هنا مثلا تقول مثلا صفر وواحد مثلا او صفر صفر وواحد مثلا هنا مثلا تقول مثلا طلعت عندك على الاكس مثلا باثنين او ثلاثة اي حاجة مثلا واحد وواحد كمثال فانا عندي كم باوندري كم حد عندي اربع حدود المربع واحد اثنين ثلاثة اربعة كالسطح اتكلم انا فهل ممكن كلها تكون كريتيكال بوينت او كلها داخله في الفتره عندي حسب الشرط اللي يقيدني اياه اوكي طيب تعالوا ناخذ اكزامبل 5 نختم بهذا الدرس وتقريبا اطول اكزامبل الطريقه هذه حنشوفها ان شاء الله في الفيديو القادم اللي هو طريقه لاكرانج نتعامل مع الحالات الصعبه في ايجاد اللوكال ماكسيمم واللوكال هنا بيقول لي فايند ذا ماكسيمم اند تمام مينيمم فاليوز اوف حطاك الفانكشن 2 زائد x سكوير زائد y سكوير on closed end على 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 السطح المغلق هذا وحدوده كالتالي فكريم كنا نقول في كالكولس 1 يعطيك الداله مثلا f of x تساوي 3x سكوير زائد 5 ويقول لك ايضا اعطيتك الفتره من 0 الى 3 جيب الكريتيكال بوينت كنا نقول هذه اول شيء الاند بوينت هذه بدايه ونهايه الفتره هي تعتبر نقاط حرجه بعدين اسال المشتق ولا بالصفر وجد نقاط حرجه هنا نفس الشيء لكن انت بتتعامل مع ست الست هذا ممكن يكون كره ممكن يكون محصور داخل مربع ومحصور داخل مستطيل حلو حسب الشيء اللي يعطيك اياه اوكي او محصور داخل مساحه مقطع عرضي زي كذا
فشو بقول لك ايضا هذا السطح هذا تمام محصور بست، الست هذا ممكن يكون مربع مستطيل وتيفر، اعطاك المعادلة تبعه قيدك بشرط، حصرك حط لك شرط الباوندري هذه حد حدود هذا حصرك فيها بايش بهذا متباينه. اوكي شوف الشكل، لو تلاحظ الشكل كانه معطيني شكل مجوف كده وزي الكره مفتوحه، وايضا في ست لها حدود، يعني كان عندي كريتيكال بوينت هنا، ممكن هنا كريتيكال بوينت، هنا كريتيكال بوينت، هنا ممكن تكون جوا، انا ما اعرف كم عددها. اوكي يمكن حدني هنا بنقطه او نقطتين او ثلاثه او اربعه او خمسه، فما اعرف ايش اللي لقيني هذا الشرط، فلازم اعمل تشيك للشرط هذا. بنفس الطريقه اول شيء اتجاهل الشرط ما عليه من الشرط، اعمل ريستيب تبعي. في هذه الحاله هنا اعمل بارامترايز، يعني بارامترايز احول الفانكشن عندي، لانه عندي تو سيتس، فحول لي ايش المعادلات البارامتريه اللي اخذناها في شابتر 3 زمان في كالكولس 2، اذكركم بها برضو. تعال نحل اول شيء، قال لي جيب الماكسيمال والمينيمال للتالي الفانكشن اف اد اكزامبل 5، قال لي الفانكشن اكس واي تساوي 2 زائد اكس سكوير زائد واي سكوير، وقال لك هي هذه السطح وهذا الكيرف عندي مغلق ومحاط ب 6، هذه الست ما ادري يمكن تكون دائره مربع مستطيل، واعطاني المعادله تبعه والشرط تبعه، قال لك حيث ان اكس وواي لكل اكس واي تنتمي لهذا الست عباره معادلتها كالتالي، اكس تربيع زائدا ربع واي سكوير اقل من او تساوي الواحد. حلوين حلوين. طيب وقال لك جيب الماكسيما كالعاده، جيب النقاط العظمى والصغرى لهذا الكير الماكسيما اند مينيما. اوكي قلنا خطوات كالتالي، اول شيء رقم واحد ستيب واحد اجيب اف اكس واجيب اف واي، اف اكس تساوي في المعادله هذه مالك بالست، هنا حيكون عندك بالصفر شقاق الاكس تربيع عباره عن 2 اكس واساوي بالصفر، ومنها الاكس تساوي صفر لما نقسم الطرفين على 2. اوكي حط مربع على النقطه هذه، الآن جيب ال F رقم خلاص يقول F Y اشتق بالنسبة لل Y، هنا بصفر هنا بصفر اشتقاق Y تربيع عبارة عن 2 Y، أوكي أساويها بالصفر ومنها أقسم الطرفين على 2 Y تساوي صفر، حط لي مربع. إذن جبت كريتيكال بوينت عبارة عن كريتيكال بوينت عندي هي تساوي إيش؟ صفر وصفر. طيب السؤال، هل في نقاط حرجة غيرها كمان؟ إذا ما أعطاني 6 اوكي حقول اكتفي بالكيرف اللي عندي، هذه كريتيكال بوينت، لكن هو حدني في المساله قال انا عندي 6، عندي الست هذا يحد الشكل، اما يكون من فوق اما يكون لاسفل، يعني ممكن هذا السطح، يعني كمثال ممكن هذا الكيرف مثلا، كمثال هذا الكيرف مثلا، نقول مثلا الكيرف هذا مرسوم زي كذا اوكي، برضو حدوده في مربع مثلا، هنا في مثلا مربع، هنا مثلا في مثلا مستطيل او مثلث، فهذه حدود الكيرف اللي عندي، انا بتكلم عن 2 دي و3 دي بك تخيل الموضوع، فانا عندي نقاط حرجه غيرها، لو ما كان عندي ما حدني بالست هذه في السؤال المعطى اوكي اقول لك خلاص الكريتيكال بوينت طلعتها هذه واجيب اكمل شروطي، لكن هنا عندي ايش؟ عندي حاجه، عندي حاجه انا عندي لازم في كريتيكال بوينت اخرى، كيف عرف؟ لانه اعطاني 6. طيب خلينا نكمل، اول شيء اجيب الكريتيكال بوينت هذه اجيب ايش؟ ستيب 2 واقول اف اكس اكس اجيبها واف اكس واي او اف واي واي كله صح، تبي تجيب الاولى هذه ما تفرق معانا، واجيب اف اكس واي واجيب معادله الدي، يلا اف اكس اكس اف واي واي اف اكس واي والدي، اف اكس اس وينها؟ اشتق مره ثانيه بالنسبه للاكس، هنا صار عندي 2 صح؟ يساوي 2. اوكي اجيب اف واي واي، وين اف واي واي؟ المشتق هذه مرة بالنسبة للواي ثاني مرة عندي 2 اوكي؟ اجي الان طبعا هذه اكبر من الصفر تلاحظوا، ها ايضا اكبر من الصفر، حط كده على طول انت اف اكس واي، وين اشتق المشتق اشتق المشتق الاولى بالنسبة لك مرة ثانية بالنسبة للواي، هل في عندي حاجة في الواي هنا؟ لا، اذا الجواب صفر،
ما يهمني هذه. أنا الآن أجي أكمل دي عبارة عن ضرب f x x في f y y ناقصا f x y سكوير يساوي f x عبارة عن 2 في f y y عبارة عن 2 ناقص 0. إذن عندي الدي 4 معناته إيش؟ أكبر من 0. إيش الشرط عندنا؟ قلنا إذا كانت عندي الدي أكبر من 0 and f x x أكبر من 0 and f y y أكبر من 0، هذا إيش؟ هذا معناته إنه هذه الكريتيكال بوينت اللي هي 0 و0 تمام؟ هذه النقطة الكريتيكال بوينت 0 و0 هذه إيش عندي؟ عندي إيش؟ is minimum. اوكي هذه النقطة عندي مينيمم. طيب بجيب الفاليو تبعها، ايش اجيب الفاليو تبعها؟ اجي اوكي حقول على اقول with زي كالكولس with value. شو اروح اسوي؟ اخذ النقطة هذه اللي هي 0 و0 critical point هذه اعوض بها في الدالة الاصلية قبل الاشتقاق هذه، لاحظوا. فاجي اقول اوكي الفاليو تبعها، اقول اوكي with value اكتبها هنا معلش الخط with value اجي اعوض في الدالة قبل الاشتقاق بالكريتيكال بوينت اللي هي 0 و0. فالدالة عندها اساسا هي عبارة عن ايش؟ اقول اي اقول f 0 و0 ويساوي عندي كانت 2 زائد x سكوير اشيلها احط مكانها 0 سكوير زائد عندي كان عندي y سكوير اشيل ال y احط 0 سكوير حيطلع معي كم الجواب يساوي. اذا انا عندي اقول لك الدالة هذه اقول لك اوكي كريتيكال بوينت اللي هي كريتيكال بوينت 0 وصفر is minimum، هذه عندها minimum قيمة صغرى. طيب إيش الفاليو تبعها؟ تقول with value، الفاليو تبعها with value لما جيت عوضت في الدالة قبل الاشتقاق طلعت عندي كم؟ يساوي with value equal to. طيب هل أنا حوقف إذا ما كان عندي set هنا؟ إذا ما كان عندي set زي هذا set أقول خلاص انتهت المسألة، لكن عندي أنا الشيك لازم أعمل له شرط الست هذه. فايش اسوي انا؟ لانه انا عندي السيت هنا لازم اعمل بارامتريك اكويجن. طبعا في الدرس القادم حنستخدم طريقه اسمها لاجراج ميثود، لكن الان لسه حنتعلم يعني كيف نجيبها بطريقه عاديه. طريقه شويه صعبه اصلا، المثال ده غالبا نادرا ما يجيبه زي كذا. نستخدم ايش؟ نجيب وضع السيت هذه، لانه قلت لكم السيت هذا كان عندي مربع هو فوق محدد الشكل محدد الكيرف عندي، فعندي نقاط ايضا كريتيكال بوينت غيرها غير النقطه اللي انا جبتها من المعادله الاصليه. اوكي خلاص المعادله الاصليه انا عرفت انه هي عندي لوكال مينيما والفاليو تبعها 2 انتهينا. الان لازم اجي السيت هذه اضع معادله بارامتريه. كيف المعادله البارامتريه؟ نعملها ايش؟ هي تتغير مع الزمن فانكشن وذ تي. فنقول يجب وضع الست في معادلات سوري على الخط في معلش خطي شوية مرة سيء في معادلات بارامترية. كيف أقول الإكس تساوي كوساين تي والواي تساوي 2 ساين تي. التي فاكرين الكوساين والساين هي دوال دورية صح؟ الدوالة الدورية اللي هي معاها باي، يعني الدوالة تتكرر مثلا كل باي كل 2 باي كل باي 3 باي على 2 زي كذا صح؟ فبشكل عام احنا عندنا اقصى حاجة لما كنا نسوي مثلا الدائرة هنا عندنا 0 هنا باي على 2 صح؟ وهنا باي وهنا 3 باي على 2 وهنا 2 باي صح؟ فالدورة الواحدة تقريبا تساوي 2 باي. فأنا أقول لك حيث أن الساين والكوساين هذولا فترتهم التي تبع مالبير تقول إذا حيث أن التي تكتب حيث أن التي محصورة بين أكبر من الصفر وأقل منه يساوي 2 باي. حلوين حلوين لازم أقيد الفترة زي كذا. طيب هنا إيش تسوي؟ هنا استخدم التشين رولز راح أشتق تمام. ليش مش تشين رولز للدرس رقم 6؟ إذا كان عندي فانكشن أذكره، إذا كان عندي فانكشن في الاكس والتي هنا راح اشتق اشتقاق جزئي لانه عندي ثلاثه متغيرات متغير اكس وتي مش اكس وواي، متغير جديد مشتق او متغير جديد هو التي. فاذكرك بالقاعده السلسله تشين رول
تقول كالتالي أشتق أسمي مثلا الست هذه سميها جي، سميها جي عادي. فأجي أقول جي، أقول أوكي جي أوف تي يساوي، أذكرك بالقانون بارشل إف على بارشل إكس ضرب دي إكس على الدي تي، أوكي زايدا بارشل إف على بارشل واي ضرب دي واي على دي تي. طبعا خلاص شرحناه هذا في الدرس 12.6. ايش هذه؟ الدي اكس باي تي اشتق اكس بالنسبه للتي، والدي واي باي تي اشتق واي بالنسبه في معادله التي. اما بارشل اف على بارشل اكس كان يروح في الداله الاصليه المعطيه في السؤال اشتق جزئيه بالنسبه للاكس، وايضا هذا اشتق جزئيه بالنسبه للواي. حلو يحلي يلا يساوي، اروح للداله الاصليه اشتق بالنسبه للاكس مره واحده اشتقناها، هل تتذكروا اشتقناها؟ عباره 2 اكس، شايفين هذا هو 2 اكس، فاقول 2 اكس 2 اكس ضرب عندي اكس كوساين تي، فاشتقها بالنسبه للتي. اشتقاق عن اشتق التي بالنسبه للاكس، اشتقاق الكوساين اعطيني بايش؟ بسالب، اهو سالب ساين تي، بعدين زايدا اشتقاق الجزئي بالنسبه للواي الفانكشن اشتقناها، سترجعوا ترجعوا اف واي، هو اف واي، وين اف واي؟ 2 واي، تلاحظ 2 واي، او هذا هو. فتقول عندك انت تقول اوكي زايدا 2 واي ضرب اشتق الواي بالنسبه للتي، وين الفانكشن فيها واي تي؟ هذه 2 مضروبه في 2 مشتق الثاني عباره عن ايش؟ كوساين تي. حلوه اللعبه، حلوه لحد الان، الامور واضحه صحيح. الان ارجع اعوض بالاكس اللي في السؤال هذه والواي اللي في السؤال هذه بقيمتها اللي هذه كوساين تي و2 ساين تي. حلو يحفى، اقول يساوي 2 في، ركزوا معايا، الاكس عباره عن ايش؟ سا كوساين كوساين تي صح؟ فاقول 2 في كوساين تي ناقصا ساين تي، ايش سويت؟ عوض بقيمه الاكس هي كوساين تي والواي 2 ساين تي في المعادله، زائدا 2 في الواي عندي عباره عن ايش؟ 2 ساين تي صحيح؟ في 2 كوساين تي. ايش سويت؟ ما سويت ولا شيء. بعد ما اشتقيت جيت رجعت كل شيء لاصله، الاكس كوساين تي حطيتها، ها شوفوا حطها بلون ثاني، شوفوا هنا، والواي هذه هي، والباقي نزلزم. انا بسط يساوي هذه نضرب بعض لك سالب 2 كوساين في ايش؟ في كوساين تي في ساين تي. حلوه لعبه حلوه. زايدا 2 ضرب 2 ضرب تعطيني كم؟ 8 ساين، اكتبها كوساين عادي، 8 كوساين تي في ساين تي. الاحظ انه متشابهين، اعتبر انه هذا هذا، شوف كوساين ساين تي كوساين ساين. اجمع 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 الحد، اجمع الاعداد، 8 ناقص 2 كم يعطينا؟ 6، عندي 6 لاحظوا 6 ساين كوساين كوساين ساين كله واحد، ساين تي ضرب كوساين تي. اوكي طيب اذكرك بمطابقه، مطابقه ايش؟ ضعف الزاويه. لو انا عندي مثلا ساين، ركزوا معايا ساين، هذا ريمبر نوت، انا عندي ساين 2 اكس، هذه عباره عن ايش؟ عباره عن 2 في، لاحظوا معايا ساين ساين اكس في كوساين اكس. طيب هذه ما اقدر اكتبها على الشكل التالي، 2 اوكي في ساين زي كذا، شوف لو اكتبها زي كذا، لاحظوا معي لو اكتبها زي كذا اقول لكم 3، شوفوا 3 في ساين 2 تي، وهي نفسها. تقول لي مصعب كيف؟ ركز معي الان، خذ هذه 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 ساين 2 تي، والثلاثة خليه بثابت، حيكون عندك شوف لاحظ معايا، حتقول تضرب 2 اوكي في 3 في ساين، ترجع الزاوية لأصلها ساين تي في كوساين تي، أيضا معك الجواب يساوي 6 ساين
تي في كوساين تي. من فين جات هذه؟ من هنا. حلوين. ساين ساين ضعف الزائد عبارة عن 2 ساين كوساين. أوكي 2 ساين كوساين. فلما تيجي هنا تقول لاحظ شوف أساس العبارة هنا كده تقول ساين ضعف الزاوية هاي. شوفوا ساين ضعف الزاوية ها هذه هي ساين كوساين. ساين في كوساين عبارة عن 2 شوف هذه هي عبارة عن 2 في ساين تمام 2 تي في كوساين 2 تي. تضرب 2 في 3 يعطيك هنا يعطيك 6 وضحت. 2 ساين سوري هي 2 ساين 2 تي. حلوين واضح كيف جات هذه من المطابقه هذه ساين ضعف الزائد عباره 2 ساين في كوساين. تضرب 2 في يعني 6 كيف صارت؟ كيف صار 6 عباره عن 2 في 3 هتقول 3 في ساين ايش ضعف الزاويه. حلوين اعيد هذه كيف جات مطابقه مثلثيه من المطابقه المثلثيه ساين 2 كو اكس عباره عن 2 ساين في كوساين. انا عندي ايش هنا اقدر اقول لك ساين ضعف الزاويه اكتبها زي كذا يعني اقول لك هي ساين انسى ترى ساين في 2 تي. باقي هذه كيف جات ضربت لما ضربت اخذ هذه 2 اضربها في كم يعطيني 6 2 في 3 فاقول 3 واضح. اوكي انا بقول لكم المساله دي ما حتجي لا حد يشيلها. طيب باقي الان شوف خطوه اختلاف لسه ما انتهت من الحل الان باقي خطوه اخيره. اجي الان اساوي هذه المشتقه بالصفر هي 3 ساين 2 تي لسه فاكرين لسه بنجيب كريتيكال بوينت. فاقول الجي داش اوف تي هذه يساوي الصفر يعني اخذ هذه المشتقه برجع اجيب كريتيكال بوينت كيف اسوي؟ اساوي هذه المعادله هي 3 ساين 2 تي ايكوال صفر ومنها ايش اسوي؟ اقسم الطرفين على 3 صار عندك الساين عندي الساين 2 تي يساوي صفر. وقف هنا ايش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا هنا ساين 2 ساين اكس يساوي صفر ايش معناته؟ يعني ايش الزاوية؟ هذا معنى الكلام هذا 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 يعني انه متى ساين 2 تي يعطيني صفر ايش يعني؟ يعني ايش الزوايا اللي ادخلها هنا في الساين 2 تي وتعطيني صفر؟ في الفترة من فين لفين من صفر ل 2 باي. أعيد ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ما هي الزوايا التي أضعها داخل الساين 2 تي تعطيني صفر؟ اللي هي لو تجي تعوض كالتالي شوفوا هي الصفر و باي على 2 و 3 باي على 2 وعندك أيضا الباي وعندك 2 باي. ما انت متاكد؟ يا روح عوض بها جيب الاله عوض ساين الصفر بصفر هنا شوف كيف عوض اقول لك هي شوفوا هنا جوا ساين شوفوا ساين 2 في صفر يعطيك ساين الصفر بصفر بعدين اقول لك ساين افتح قوس 2 مكان كل تي عوض بالباي على 2 هنا باي على 2 2 تروح مع 2 ساين الباي يعطيني برضه بصفر. خذ الثانية هذه النقطة هذه ساين 3 ضرب أو سوري 2 ضرب 3 باي على 2 حلوين؟ جرب شوف حيطلع برضو معاك ايش؟ برضو يطلع معاك ايش؟ بصفر. خذ النقطة اللي بعد اللي هي الباي ساين الباي تقول ساين خلاص قلنا ساين خلاص ساين هنا 2 في باي حيطلع معاك الجواب صفر واضح. وساين برضو هنا لما تقول ساين اوكي 2 في ها حيكون عندك 2 باي صح اخر نقطه 2 في يعطيك 4 ساين 4 باي يعطيك صفر. اذا كل النقاط هذه تعطيني ساين 2 باي ساين 2 تي بصفر. حلوين اذا احصل على التالي من هي عندي شوف لاحظ معي لما اقول لك اكس بالتعويض فين عوض فين بالتعويض وين بالتعويض يا مصعب في التالي بالتعويض في اكس تساوي كوساين تي و واي انا متاكد انه هذه الزوايا اللي هي صفر وبعد 2 ت
ثلاثة باع لاثنين، واثنين هي هي تعطيني إيش ساين اثنين تي بصفر. الآن الخطوة بتعوض في كو إكس كوساين تي، وواي تساوي اثنين ساين تي، نحصل على التالي. يلا عوض في النقاط، إيش هي هذه؟ هذه النقاط نعوض. خلينا نأخذ الكوساين، كوساين الصفر يساوي صفر، وما جعوضنا في المعادلة اثنين ساين، أوكي أو كوساين صفر بواحد، سوري اثنين ساين صفر يعطينا إيش؟ صفر. فالنقطة اللي عندي هي واحد وصفر، كريتيكال بوينت. بعدين لما نعوض بإيش؟ أعوض بباي على اثنين، فأقول كوساين، شوفوا كوساين باي على اثنين يساوي إيش؟ صفر. وعوض المعادلة الثانية اثنين في ساين باي على اثنين، ساين باي على اثنين يعطيني بواحد، وهنا في اثنين صار لك تساوي اثنين. فالنقطة الثانية عندي إيش هي؟ صفر واثنين. أجي أعوض برضو في إيش؟ في الدالة بإيش؟ بباي. فأقول كوساين الباي يعطيني إيش؟ سالب واحد. وأعوض في المعادلة في اثنين ساين، أوكي اللي هي باي يعطينا إيش؟ بصفر، صح؟ بصفر. إذا النقطة الثالثة عندي سالب واحد وصفر كريتيكال بوينت. برضو لما نجي أعوض أقول لك إيش النقطة اللي بعد اللي هي ثلاثة باي على اثنين، عوض هتقول لي كوساين ثلاثة باي على اثنين بيعطيك إيش؟ صفر. لما تعوض في اثنين ساين ثلاثة باي على اثنين بيعطيك كم؟ يعطيك إيش؟ هنا جوا يعطيك سالب واحد، في تعطيك سالب اثنين. آخر شيء لما تعوض عندك نقطة حتكون صفر وسالب اثنين. آخر شيء لما تعوض في كوس في بالهي بالباي كوساين اثنين باي، حاطة معك الجواب هنا إيش؟ واحد. لما تعوض بسا اثنين ساين اثنين باي، حيطلع معاك الجواب ايش؟ بصفر. اذا النقطة الأخيرة عندي واحد بصفر. ايش النقاط اللي عندي اللي بشوف اختبرها؟ هي وهذه وهذه وهذه، اكتب لكم اياها هنا. النقطة اللي هي واحد وصفر، النقطة الثانية اللي هي صفر واثنين، النقطة الثالثة اللي هي سالبا واحد وصفر، والنقطة الأخيرة صفر سالب اثنين. طبعا في مكرر واحد صفر، تلاحظ واحد صفر هنا، واحد صفر عندي أول وحدة، وين هذه؟ واحد وصفر، ما حد يكررهم. إيش أسوي؟ هذه كريتيكال بوينت، أبغى أشوف فين. خلاص عرفت المينيمم، هناك انتهينا. أخذ النقاط هذه أرجع أعوض بها في إيش؟ في الدالة قبل الشقاق. أعوض بإف واحد وصفر، وإف صفر واثنين، وإف سالب واحد وصفر، وإف صفر وسالب اثنين. وين؟ فنعوض في الدالة قبل الاشتقاق، في الدالة قبل الاشتقاق، قبل الاشتقاق. إيش هي الدالة؟ أذكركم بها، اللي هي الدالة إف إكس واي تساوي اثنين زائدا إكس سكوير زائدا واي سكوير. لما تعوض هنا لاحظوا معايا، تعوض هنا حيطلع معاك ثلاثة، يعني نكسب واحد يطلع معاك هنا ثلاثة. يلا لما تعوض حيطلع معاك ستة. لما تعوض بالسالب واحد وصفر حيطلع معاك هنا ثلاثة. لما تعوض بالصفر وسالب اثنين هنا مع السالب اثنين حيطلع معاك الجواب كم؟ ستة. أكبر قيمة إيش هي؟ ستة، سواء كانت هنا ولا هنا. يلا حتقول لي أنا عندي ماكسيموم فاليو، ماكسيموم فاليو القيمة حقته از 6، ومينيمم فاليو خلاص قلنا مينيمم فاليو طلعناها هي كم تساوي؟ مينيمم فاليو طلعناها في بداية السؤال هي كم تساوي؟ از 2. واضح؟ خطوات حلي السؤال ده جدا طويلة، ركزوا معايا في اللي قلته واحدة واحدة. أول شيء أخذ المعادلة أساوي بالصفر، أموري تمام،
اجيب لك كريتيكال بوينت اللي طلعت لي، اعمل لها تشيك. هذه اما تكون ماكسيمو ولا مينيما، طلعت عندي مينيما اوكي اعوضها في الداله قبل تطلع قيمتها 2، باقي عندي كريتيكال بوينت ثاني. ليه؟ لان عندي سيت معطيني اياها، فاحولها لمعادله باراميتريه اوكي، افرض هذه المعادله باراميتريه واشتقها وارجع بعدين احولها لين ما توصل عندي هذه النقطه، اشوف ايش السائل عندي يعطيني صفر حسب ال هنا، وايش واجيب الزوايا، اخذ الزوايا هذه اوكي، اخذ الزوايا دي حلوين اعوض بها في 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 اكس كوساين تي واي يساوي 2 ساين تي حلوين، هاجيب ايش كريتيكال بوينت واحده في اكس واحده مع واحده اكس، الاكس الكوساين مع اكس والواي مع ساين حلوين، اخذ النقاط هذه اللي طلعتها اعوض بها في الداله قبل الاشتقاق واشوف مين اكبر قيمه، مين ما خلاص طلعتها انا اكبر قيمه عندي 6، فاقول ايش ماكسيمم فاليو عند 6 هذه قيمتها، واضح؟ بالتوفيق.